يحتاج أحيانا إلى تحرير وإلى توضيح، وكيف يمكن اليوم أن يشعر الإنسان أنه فعلا دخل في منطقة الإنجاز أو هو خارج منطقة الإنجاز؟ ما هل ما الذي يجعلك ترضى عن إنجازك أصلا؟ كيف تشعر أنك فعلا حققت الأهداف بالشكل الصحيح في الوقت الصحيح بالجهد الأقل؟ هذه المعاني يمكن تحتاج نوع من الطرح والتعميق. خلينا نبدأ من وجهة نظرك دكتور محمد، كيف تقرأ فكرة صناعة الإنجاز أو مفهوم صناعة الإنجاز؟ الحقيقة لما نتحدث عن إنجاز كتحديد مفهوم أو ننظر له كنظرة، نجد أنفسنا أمام تحدي. هذا التحدي واجه كثير من علماء النفس عند دراسة مفهوم الإنجاز. فالإنجاز مفهوم فلسفي، ما يعني بالنسبة لي أنا إنجاز قد يعني بالنسبة للآخر إنجاز مختلف. صحيح. وبالتالي كلمة الإنجاز نقدر نقول عنها هي تحقيق أهداف خطط لها في المستقبل في الماضي، والآن أنا أنجزتها، فعندي أهداف أنا وضعتها فأنا أنجزتها. طيب هكذا ندخل إحنا في التخطيط، التخطيط أصلا إحنا وضعنا أهداف والآن أحققها. لذلك بدأوا علماء النفس يحاولوا يتحدثوا عن مفهوم الإنجاز، خاصة له علاقة كبيرة جدا في دوافع الإنسان. فقالوا مثلا الإنجاز، لو قلنا الإنجاز هو عبارة عن محك، أنا أريد أني أقفز من فوق هذا المحك، فأقول والله معياري هذا هو معياري، وأنا منجز لما أكون استطعت أن أتجاوز هذا المعيار. طيب هذا المعيار قد يكون أنا بالنسبة لهذا الارتفاع مناسب، قد يكون عند دكتور فؤاد هكذا، قد يكون عند دكتور صالح قد يكون بهذا الشكل. إذا المعيار يجب أن يثبت. لذلك بدأوا علماء النفس يضيفوا كلمة قبل كلمة الإنجاز وهي الدافع للإنجاز. إدلر، إلفرد إدلر أول من بدأ يتحدث عن الدافع للإنجاز، واعتبروا دافع أساسي يدفع الإنسان لتحقيق الإنجاز. وبالتالي بدأنا نتحدث عن الدوافع هذه في ثلاثة مكونات. أولا نقول بأن الإنجاز هو ما يدفعك لتحقيق التميز والتنافسية مع الآخرين، وهذا الأمر يقتضي منك أن يكون لديك ثلاثة أشياء. الشيء الأول بذل المجهود لتحقيق هذا الإنجاز، فهذا أول شيء في الدافع. الأمر الثاني عندك الآن تحمل الصعوبات اللي راح تواجهك أثناء عملية بذل الدافع. الأمر الثالث عندنا الآن التعلم وبذل المجهود الأكثر من أجل القدرة على أن تكون دائما مميز، بحيث لو ارتفع المعيار فأنت عندك قدرة أنك ما تفعل تنافس. إذا ثلاثة مكونات ستكون مكونات في تعريف دافع الإنجاز. فموري واحد من الناس اللي بدأ يبحث في هذا الأمر يعرف الإنجاز بأنه هي الدوافع الكامنة الموجودة لدى الشخص لتجعل لديه القدرة دائما باحثا عن التنافسية والتميز والقدرة على تحقيق ذاته من خلال تحقيق الأهداف بطريقة مميزة. جميل. يعني أنا أتذكر في هذا السياق حتى أيضا أجيب على نقطة في غاية